السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا، تحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب. اليوم الأحد، غدا الاثنين، رمضان مبروك. رمضان كنتمنى يدخل عليكم بالصحة، كنتمنى يدخل عليكم بالراحة، كنتمنى يدخل عليكم بالهناء. يعني شيء جميل رمضان، يعني غالبا كنا يعني كمسلمين وخاصة كمغاربة كنا عندنا ذكريات مع رمضان. تصور من نهار باش تجي كتصوم، يعني الاحداث اللي كتجيب كل رمضان كتفكرك بالسنه، كتفكرك بديك الاحداث. مثلا نعطيكم مثال، مثلا كاس العالم اللي جا في رمضان، اوكي، بزاف الناس كيتذكروا ان كاس العالم كانت دمات في رمضان، في احدى السنوات كان يعني جا مع رمضان، يعني وعده اشياء. يعني دائما رمضان باش زوين، رمضان كيجيب شهور مختلفه من السنه، وكيجي في فصول مختلفه من السنه، يعني في كل مره كيخلي معاه ذكريات. يعني وما تنظنش ان كل مغربي ومغربيه ولا كل مسلم او مسلمه ما عندوش ذكريات مع شهر رمضان. يعني منذ الطفوله، يعني الدراسه، يسمي كيكبر، يعني دائما كتكون عندنا ذكريات مع واحد شي رمضان. يعني شي رمضان من رمضانات كتكون عندنا ذكريات من هاد رمضان هذا، وهذا هو الجميل، هادشي اللي كيعجبني انا في رمضان. ويعني عندي ذكريات زوينه مع رمضان، يعني وخاصه مع العائله، فهمتي، ديك التجمعات ديال الفطور، التجمعات ديال السحور، ديك التجمعات العائليه في الطفوله، التجمعات العائليه ملي الواحد كيكبر، ملي كيخدم، كيتزوج، كيدير وليدات، ودائما يعني نفس الذكريات، يعني نفس الشهر كيخلف ذكريات من وراه. يعني هذا هو هادشي اللي كيعجبنا في رمضان، لان دائما فاش كيوصل رمضان عندي ذكريات كثيره مع شهر رمضان، زياده على التقرب من الله، لانه شهر الصيام، شهر الغفران، شهر القران، يعني واحد الشهر اللي عنده قيمة، يعني دينية، عنده قيمة عقائدية، عنده قيمة إيمانية. وعلى هذه القضية هذه بغيت نهضر على واحد القضية اللي كانت كتبان لي شي حاجة يعني صعيبة عليا نديرها، واللي كانت كتبان لي أنني ما يمكنش نديرها. عرفتوا شنو هي هذه القضية؟ وهي تقرأ القرآن. يعني أنا كنت محظوظ في الطفولة لأني قريت في مدرسة قرآنية، يعني قضيت تقريبا أظن 5 سنوات أو 6 سنوات، يعني 5 سنوات أو 4 سنوات، يعني في مدرسة قرآنية، يعني قريت القرآن، وصلت لواحد المستوى أنني حفظت القرآن. وهذا الشيء اللي سهل علي أنني مثلا ما زلت أتذكر، يعني ماشي حافظ 100%، ولكن أحيانا يعني أتذكر بعض الآيات، بعض الصور، الأرقام ديالهم، فين جاوا، الشرح ديالهم، يعني عندي ذكريات مع هاد القضية هذه. ولكن كيف ما كتعرفوا، يعني الإنسان مادام أنه كيكبر وكتبقى كتصادم مع الابتلاءات، يعني ابتلاء من وراء ابتلاء، يعني وكنعرفوا دور الشيطان في هاد الابتلاءات هذه، كيفاش يعني كيزين لك الحرام، كيفاش كيزين لك يعني اي حاجه مثلا يعني مرفوضه، واي حاجه مثلا يعني لا يقبلها الدين الا والشيطان كيحاول يزينها لك، وخاصه الشباب، وخاصه في الظروف الحاليه اللي كنعيشوها مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيسهل مثلا المعاصي. يعني وسائل التواصل الاجتماعي هي كتسهل المعاصي. انا ماشي كنقول وسائل التواصل يعني كيفاش الواحد كياخذها، وما يعني غالبيه الشباب يعني الشيطان كيلعب عليهم وتيخليهم كيستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي كوسيله للمعصيه. انا هنا بغيت غير نرجع مثلا للقضيه ديال القران. كما قلت لكم يعني منذ سنوات يعني كنحاول نقرا القران، ولكن ما عمرني توفقت انني يعني نختم القران، يعني منذ سنوات طويله جدا، يعني اكثر من 20 سنه، يعني ما عمرني حاولت نتوفق انني مثلا نختم القران ونقرا القران كاملا. كنت مثلا كنبدا غير سوره البقره، ما كنضرش فيها حتى الربع، ما كنضرش فيها حتى النص، وكيف ما كنقول لكم الشيطان تيلعب عليك، تيحاول يصعب عليك انك مثلا
يعني اي حاجه متعلقه مثلا بالايمان، اي حاجه متعلقه بشي حاجه اللي صالحه، الا والشيطان كيجي كيوقف بينك وبينها، ما تيخليكش تكملها، ما كيخليكش تمشي في الطريق المستقيم. يعني هذا هو الدور ديال الشيطان لعنه الله، يعني هو انه ما يخليكش تمشي في الصراط المستقيم ولا في الطريق المستقيم. وهذا الشيء اللي فعلا طرا لينا، كتعرفوا مثلا كما قلت لكم الابتلاءات في عصرنا، خاصه الشباب وداك الشيء اللي كيتعرضوا ليه، مثلا داك الكم الهائل من الابتلاءات مثلا، يعني كل، يعني الشيطان كيوفر لك كل شيء، يعني غير قول اشنو بغيت كيوفر لك كل شيء. يعني الى جيتو مثلا سهل العلاقات مثلا بين الشباب، بين البنات، بين الاولاد، تيقول لك راه كل شيء، يعني هذه الحريه، وهذه هي الديمقراطيه، وهذه خص الانسان مثلا ما يبقاش مثلا منعزل، خصك مثلا تتعامل مع البنات، خصك تتعامل مع الاولاد، خصك دير هذه. وراكم شفتوا مثلا اشنو كيطرى مثلا في لو سيستيم سكولير ماروكان. يعني لو سيستيم سكولير ماروكان يعني كي يعني حتى هو ديك الاختلاط بالبنات، يعني كيخلي شي كيزعم على شي. هناك بعض الناس ما غاديش يتفقوا معايا في هذه القضيه، يعني انا ما غاديش نكون ماشي مثلا ننتقدهم، ولكن كل واحد حر في الافكار ديالو. وحتى الناس مثلا اللي ما كتعجبهمش هذه الافكار ديالي، يعني ما تنظنش غادي يستمروا انهم يستمعوا، لان ما غاديش تفيدهم، ما غاديش تهمهم، وغادي يتعصبهم. كيف ما مثلا انا شي واحد غادي يجي يبقى يهضر لي في واحد الموضوع اللي ما غاديش يعجبني، غادي يعصبني، اشنو كندير؟ تنطفي، يعني كنمشي نشوف شي حاجه اخرى اللي انا غادي نتقبلها. ولكن شي واحد مثلا غيبقى يهضر لي على شي حاجه اللي انا ما غاديش نتقبلها، حتى انا ما غاديش نتقبله وما غاديش نكمل معاه. هذا الشيء عادي ونورمال، تيحصل في جميع النقاشات وجميع المواضيع. الواحد مثلا اللي ما كيعجبوش شي موضوع ما كيستمرش فيه، ولو مثلا كنكون استمع شي موضوع اللي ما عاجبني ما غاديش نستمر فيه، هذا شيء عادي. هذه القضيه اللي بغيت نقول لكم. القضيه اللي بغيت نهضر عليها وهي القضيه ديال القران، يعني القران الكريم. يعني كيف ما قلت لكم لسنوات طويله وانا كنحاول، يعني كنسمع ديك القضيه ديال ختم القران، فهمتي؟ يعني شي حاجه اللي اوفو، يعني شي حاجه اللي في الداخل ديالي باغي نديرها ولكن ما قادرش نديرها. يعني بحال غنقول لكم، يعني كنحس انني عاجز انني نقرا القران كله. كتكتب لي شي حاجه خامس المستحيلات ولا سابع المستحيلات، كتب لي شي حاجه اللي انا مثلا كانسان، كهذا الانسان اللي كيهضر دابا، يعني لا يمكن ابدا انني غادي نقرا القران من سوره الفاتحه الى اخر سوره في القران. يعني كنت كتب لي شي حاجه اللي ما غاديش يمكن نديرها. ولكن يعني بالصدفه تقريبا في شهر نوفمبر، كنت واحد النهار جالس ما عندي ما يدار، قلت من كل شيء، قلت مثلا من وسائل التواصل الاجتماعي، قلت من داكشي اللي كندير يوميا. قلت عندي شي حاجه جديده. شي نورمالمون انا كنقرا، اوكي، كان ماشي ما كنقراش، الا شديت مثلا شي كتاب كنقراه، يعني كنساليه وكنحاول نفهمه، وحتى لما فهمتش كنقراه جوج المرات باش كنحاول نفهم. هادشي باش الانسان، يعني كيف ما كنعرفوا ان يعني القراءه هي احسن وسيله باش الانسان كيصوب اللونغاج ديالو، وباش كيبقى يعرف يهضر يعني لواحد المده طويله، وباش يبقى يواجه حتى الناس اللي كيهضر معاهم. من بين الوسائل اللي غتخليك مثلا انك ما غاديش تبقى تسوق للناس اللي قدامك، ولا مثلا ما غتبقاش تسوق الموضوع اللي غادي تهضر عليه، وما غاديش يبقى يتعقد عليك، يبقى انك مثلا تصنع افكار ولا تصنع فكره باش تحول تخرجها مثلا لغويا، وهي القراءه. يعني ملي كتبقى كتقرا كتولي عندك مثلا، حتى ملي كتكون كتهضر كتولي بحال كتقرا. وهذا الشيء، يعني هذا هو الجميل في القراءه، يعني هذا هو الجميل، ان الواحد مثلا كيقرا بزاف. انا ماشي كنقول لك مثلا غادي تمشي تقرا مثلا شي كتبه اللي صعاب ما غاديش تفهمهم، ولا كتبه مثلا ديال فلاسفه كبار اللي معقدين. نو، غادي تحاول تقرا مثلا داكشي اللي غترتاح ليه انت. تقدر مثلا تقرا حتى قصه عاطفيه ولا قصه حب، ولكن غير خصك تقرا، يعني شي حاجه اللي كترتاح ليها انت. كنتي كترتاح مثلا تقرا مثلا في الكتب العلميه اللي كيهضروا مثلا على النيتورك، وكيهضروا على الاي اي، وكيهضروا مثلا على الكودين، جميل جدا.
كيعجبك مثلا تهضر على العلوم مثلا، كيعجبك مثلا تقرا الشعر مثلا الجاهلي، تقرا الشعر العباسي، جميل جدا. انا اللي كنقول هنا الرساله اللي كنبغي نوصل ماشي اشنو كتقرا، ولكن تقرا، هادشي اللي بغيت نقول. يعني رغم شتي رغم دابا فهاد الوقت اللي كنعيشو فيه دابا، وسائل التواصل الاجتماعي، وهاد مثلا هاد يعني هاد الطوفان اللي كيوصلنا اللي ولات كتسيطر عليه وسائل التواصل الاجتماعي، واللي كتسيطر لنا يوميا، نشاهده امام اعيننا من فيديوهات ومن كتابات ومن يعني لا الجميل ولا القبيح. يعني شوف مثلا وسائل التواصل الاجتماعي غالبا ولات كتشجع على القبح. يعني الى يشوف مثلا اللي كتحل مثلا انا بعض المرات مثلا انا تيك توك، انا ماشي ما عمرني حاولت مثلا يكون عندي حساب في تيك توك جامي، وما عمر كان عندي مثلا يكون عندي حساب وغادي نبقى نخرج فيه مثلا في تيك توك وغنبقى، لان اولا تيك توك هو سكام. يعني شتي هناك بعض الناس الله يعاونهم مثلا ناس كيديروا فلوس من تيك توك، ناس كيقدموا محتويات، انا كنغلس كيقدموا محتويات مثلا اللي غادي تفيد المحتويات التي ستفيد الشخص. أما راه كاين واحد المجموعه كثيره من الناس يعني مصيرهم جهنم. يعني هذوك الناس خاصه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي شي القضيه ديال حسنه جاريه، وراه كاين حتى سيئه جاريه. راه ملي كدير مثلا شي حاجه في التيك توك ولا في اي مثلا بلاتفورم ولا مثلا جميع وسائل التواصل الاجتماعي، راه اي حاجه كتحطها تما راه كتقيد عليك. راه شي قضيه ديال الله تيقيد عليك الحسنه والسيئه ومن يمينك ومن يسارك، وفيها وراه بحال هكا وسائل التواصل الاجتماعي. درتيها زوينه راه غادي تبقى مكتوبه عليك، درتيها خايبه غادي مكتوبه عليك. وغالبا الناس ملي كيحط شي حاجه مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي غالبا تينساها، ولا كينسى اشنو قال فيها، ولا كينسى مثلا الموضوع اللي تناقش فيها. حتى مثلا ملي كيبغي تيتقى الله مثلا وتيبغي يمشي يحذف هذاك الفيديو ولا يحذف هذيك اللعيبه، كيكون عنده مشكل. علاش كيكون عنده مشكل؟ لانه نسى اشنو قال في ذاك الموضوع، ولا نسى شنو كتب في ذاك الموضوع، ولا شنو نشر في ذاك الفيديو. يعني كتكون خاصه ملي كتراكم عليك مثلا، ملي كيتراكموا عليك بزاف د الحوايج، كيتراكموا عليك مثلا الفيديوهات مثلا كتوصل الالاف ديال الفيديوهات، ولا 500 فيديو ولا 600 فيديو، صعيبه باش غادي تقلب هذاك الفيديو اللي انت قلتي فيه شي حاجه مثلا اللي تتعارض مع الشرع، واللي كتحس بها انها سيئه وانها غادي تاثر عليك وانها ستكون سيئه جاريه. هادشي اللي كنبغي نقول للناس. هادشي انا مثلا ما كنبغيش نمشي للتيك توك، انا متفقش مع التيك توك لان فيه واحد القضيه خطيره جدا انا ما كتعجبنيش. الا مشيتي مثلا قريتي مثلا ديك الاغريمنت ديالهم، انا كنتمنى كاع الناس مثلا قبل ما تمشي تسجل في تيك توك سيقرا الاغريمنت ديالهم. يعني خطيره جدا، يعني كتولي ماشي انت هو يعني كتولي انت كمنتوج بالنسبه ل كتولي انت منتوج، وكتولي سلعه بالنسبه للتيك توك، وكتولي انت كتشري، كتولي تشترى وتباع في التيك توك. هذا هو الدور ديال يعني التيك توك، لانهم هما الهدف ديالهم من التيك توك وهم انهم يجمعوا اكبر عدد من المعلومات الخاصه على المسجلين في هذا التطبيق. انا ماشي مثلا كنفي ان جوجل مثلا ما كديرش هذه القضيه، ولا فيسبوك راه متفضحوا في 2009 درامت. يعني فيسبوك الا كيرجعوا مثلا الناس للتاريخ ديال فيسبوك، في 2009 تفضحات فيسبوك من خلال ديك الشركه اللي كانت كتعامل معها وكتبع لها المعلومات ديال الناس اللي مسجلين عندها. يعني هذه القضيه يعني حتى انتم كتشوفوا حتى مثلا فيسبوك جميع يعني هي جميع وسائل التواصل الاجتماعي راه الهدف ديالها ماشي باري. شي واحد اللي كيعطيك واحد البلاتفورم تيقول لك استعملها فابور، راه ما يمكنش غادي يعطيك شي واحد شي حاجه فابور. يعني هذه القضيه خاص الانسان يفكر فيها مزيان ويدخلها لعقلو مزيان. هادشي مثلا ملي واحد كيعطيك ايميل مثلا بحال جوجل، داك جيميل كيعطوك فابور وتستعمل ليهم جوجل فابور، اي هما شنو رابحين من هادشي؟
يلاه تصوروا معايا دابا نتوما، واحد غادي يخسر الملاير بات غادي يصنع واحد البلاتفورم وغادي يعطي كاع الناس المسجلين عنده ايميلات وغيبقى يستعملوا هذا البلاتفورم يعني في داكشي اللي بغاو. كتشوفوا مثلا جوجل فين وصلات، اوكي، وبعض الناس مازال كيظنوا ان هذاك الشيء راه كله يعني ببلاش، ويعني انا غير كنشوف الاشهارات راه صافي هذا الشيء اللي باغا مني جوجل. نو، الهدف اكبر من ذلك. انا عطيت مثال غير على جوجل، مثلا هي جميع وسائل التواصل الاجتماعي كلها عندها اهداف شيطانيه، اهداف تابعه للناس اللي كيتحكموا في العالم، واللي ما باغيش مثلا يتحكموا في العالم، باغيين يتحكموا حتى في الانسان كيفاش تيفكر. بغاو مثلا حتى كيفاش انت كتفكر غادي يبقاو هما يعطيوه ليك، ما باغينكش، ما بقاوش باغينك انت مثلا تفكر ولا انت تبدع ولا انت دير شي حاجه. نو، الى جينا نشوف مثلا يعني مستوى الكسل عند البشريه، يعني بدا كيطلع مثلا منذ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، يعني سنه بعد سنه كنشوفوا البشريه بدات كتعطى التكاسل، يعني انسان خصو غير يريح ومثلا يدخل وسائل التواصل الاجتماعي ولا مثلا يوتيوب ولا تيك توك ولا اي حاجه، وهنا فين كيرتاح، يعني مابقاش القضيه مثلا هنا غير مثلا انه كيتسلى، ولكن القضيه تجاوزت التسليه الى 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 الادمان. يعني دابا شفت مثلا وسائل التواصل الاجتماعي ما بقاتش مثلا غير تسليه، ولكن ولات عباره عن ادمان كيختص به الانسان في عصرنا الحالي. وهذا هو المشكل اللي قلت لكم دابا، يعني ما نبقاوش نحلموا بديك القضيه ان يعني هذا الشيء راه فابور. هناك بعض الناس كتبقى تهضر معاهم بهذه الطريقه هذه، غاتيقول لك هذا خينا كيخربق علينا ولا تيدخل. خاصنا نعرفوا هناك هذه حقيقه، يعني هناك واحد المجموعه من الناس، ما غاديش ندخل معاكم مثلا في الاعماق، ولكن ببساطه كاين واحد المجموعه على وجه الارض، واحد المجموعه قليله على وجه الارض، باغين يسيطروا على خيرات الكره الارضيه. باش غيسيطروا على خيرات الكره الارضيه وباش ما يتعرضوش للمعارضه من طرف السكان ديال الكره الارضيه، خاصهم يقوموا بتخدير هذا الشعب وينعسوه وينوموه ويخليوه كيامن ان اي حاجه غادي تجي من عندهم راه لخدمته، يعني لمصلحته. هادشي دابا اشنو كيديروا؟ يعني بغاو يخليوك تحس ان اي حاجه كيديروها لك راه ماشي غادي تضرك، ولكن يعني هي لخدمتك، هي لسعادتك، هي يعني لمصلحتك. هادشي هما اللي كيهدفوا له، يعني هادشي غير ببساطه، يعني ما حاولناش مثلا ندخلوا يعني بزاف، ولكن هادشي غير ببساطه. القضيه الاخرى اللي بغيت نقول لكم وهي انني رجعوا ليها، وهي قضيه القران اللي انا قلت لكم بواحد الوقيته من حياتي كانت كتبان لي انني شي حاجه صعيبه انني مثلا نقرا القران من الاول حتى الاخر ولا انني نختمه مثلا، وحتى بعض الحين كنت كنتمنى شي نهار انني مثلا نوصل لديك الصفحه الاخيره ديال ختم القران، وحتى نقرا ديك الصفحه الاخيره ديال ختم القران، لاني كنت كنقراها وتنقول واو، كنتمنى لو انني مثلا حتى انا نبدا القران من الاول ديالو حتى الاخر ديالو، وحتى نجي لهاد الصفحه ونقراها بحال الناس مثلا اللي كيقراو القران كله. يعني شيء جميل ان الانسان يكون عندك هذا الاحساس، يعني لان الناس مثلا اللي كيختموا القران ولا اللي كيقراوا القران كله، يعني ماشي 100%، ماشي 75%، ولكن نقدروا نقولوا واحد 3% على وجه الارض، وخاصه من الناس المسلمين. يعني ما كنهضرش مثلا على جميع البشر، كنهضر على واحد الطبقه يعني من البشر، هما اللي كيقدروا يوصلوا لهاد القضيه انهم يقراوا القران مثلا ويختموه، وماشي غير مره واحده مثلا، ماشي جوج مرات، ولكن كاين بعض الناس اللي كيختم القران مثلا ثلاثة مرات في الشهر، أربعة مرات في الشهر، كل ما كيكون عنده الوقت مثلا، يعني كل ثلاث أيام تيختم القرآن. كاين بعض الناس اللي كل ثلاث أيام كيختم القرآن، وهاد الناس أنا هما اللي أثروا فيا تنقول وشنو هي القدرات اللي عندهم هما وأنا ما عنديش، علاش هما كيديروها وأنا ما نديرهاش، ماذا منهم كيديروا علاش ما نديرهاش أنا؟ يعني في الأول كانت غير تحدي، دابا هادشي اللي بغيت نقول لكم، كاين شي حوايج بعض المرات أنت كتضم مثلا غير كتفلى مثلا، تحدي غادي نديرو وغادي نشوف واش غندير ولا ما نديروش، اوكي. وهادشي اللي طرا معايا انا ملي مثلا فكرت انني مثلا نختم القران، ما كانش عندي فكره انني يعني
بغيت غير نشوف القدرات ديالي، بغيت غير نقول ديك القضيه علاش هاد الناس كلهم مثلا تيخدموا القران وعلاش انا لا. وعاد شي كنقرا مثلا فعاد الصحابه، هناك بعض الصحابه اللي كيختموه مثلا تقريبا مره في النهار، كاين بعض الاشخاص اللي كانوا كيختموه يوميا تيقرا القران كاملا. يعني تصور انك تقرا القران كاملا راه ماشي شي حاجه سهله، وخاصه ملي كتشد مثلا كتشوف داك الحجم ديال القران مثلا كتقول واه ما لا يمكن ابدا انني غادي نقرا يعني هاد العدد من الصفحات مثلا في النهار ولا مثلا في يومين. يعني كتقول بزاف، لان مثلا بعض المرات كتشد كتاب اللي صغر من القران وتياخذ لك مثلا شهر كاملا. علاش؟ لانك مثلا لان ما كتكونش عندك ديك الفكره، كتكون كتقرا معلومات مثلا كتاب، مثلا نعطيهم كتاب، مثلا كتاب كيهضر مثلا على الفلسفه، اوكي باغي تعرف شنو هي الفلسفه وكيفاش بدات الفلسفه وشكون هما الفلاسفه اللي كان عندهم تاثير في العالم وشكون. يعني ما كتكونش مرغوم انك مثلا تقرا داك الكتاب كامل في واحد الوقت قصير، الا كنت مثلا الا كان عندك مثلا ارتباط بشي امتحانات مثلا، عاد كيمكن لك مثلا تحاول تقرا في اسرع وقت وتفهمه في اسرع وقت. ولكن الا كنت غير انت من راسك مثلا غادي تقرا وتقول انا بغيت نفهم الكتاب، يعني كتعطي راسك الوقت، اوكي. ولكن هذه القضيه خايبه، هذه هي القضيه اللي كتخلي الناس كيعجزوا. ماشي ما كنهضرش مثلا هنا غير على القرايه، وكتعني بزاف د الحوايج. مثلا شي واحد كيبغي يدير شحال وتيقول لك واه خلاتها من بعد، ولا واه صافي ندير غير واحد شويه اليوم ونهار الاخر نكمل. ولكن انت باستطاعتك تكمل هذاك الشيء اللي انت باغي ديرو، تقدر دير اكثر منه. وهذا الشيء اللي كيخلي مثلا الانسان، يعني جميع الناس مثلا كيتراجعوا على ماشي يعني حتى على قرارات مصيريه في حياتهم، بحال هاد القضايا هذه كيكون عليها تاثير حتى في حياتهم. رجع القران، فوالا هذا الشيء اللي درت انا. قلت او علاش هاد الناس كلهم تيقراو القران كيختموا القران، وعلاش حتى انا ما نختمش القران. ومؤخرا كيف ما قلت لكم في شهر نوفمبر، واحد النهار كنت يعني ما كان عندي ما يدارش، بديت قرا، بقيت كنقرا. وتصور كنقول لكم اخي، او يعني ما عمرني ما حاولت نسالي سوره البقره، يعني سوره البقره ما كنقدرش نكملها. وهذاك النهار بقيت كنقرا، جالس كنقرا، واحد لقيت حتى كتبان لي الصوره اللي من بعد البقره، اللي هي سوره آل عمران، ياك. اول تنقول واو سالي سوره البقره، وفرحت بزاف ملي سالي سوره البقره، وما حسيت حتى كيفاش ساليتها، لان بقيت غير كنقرا. مثلا ما كنشوفش مثلا شحال فيها مثلا من صوره، ولا العدد ديال الصفحات اللي كنقرا، نو غير بقيت كنقرا كنلقى براسي ساليتها. كنظن كانت ساعتين ونص فاش ساليتها. ولكن ملي ساليتها وشفت سوره آل عمران فرحت بزاف، قلت اوه ساليت سوره البقره، وهذا دخل ده. اشنو تعطاني هنايا؟ تعطاتني ديك بحال ديك الدفعه، ديك الدفيعه، ديك بحال شي واحد ديك اللعبه دفيعه، فهمتي؟ دفعني شويه. بقيت كنقرا سوره آل عمران، بقيت كنقراها. واحد لقيتها قلت صافي، انا قريت سوره البقره اللي ما عمرني ما كملت سوره البقره. انا اليوم كملت سوره البقره، ويعني كنت فرحان، كنت سعيد. داز ايام اخرى من بعد، ديك الوقيته اللي قريت فيها سوره البقره. واحد الليله قلت شنو غادي ندير؟ قلت غادي نحاول نقرا القران يعني الى حد ابعد، يعني غنحاول نقرا الماكسيموم ديال الصور، ما غاديش الناس. براه كانت تنظر، كانت 11 ديال الليل، شديت القران، توضيت، درت جوج ركعات، فهمتي؟ بقيت كنقرا بشويه، كنقرا. واحد بقيت بقى كيشدني النعاس، شربت قهوه قاصحه باش نكمل القرايه ديالي. بقيت كنقرا واحد لقيت كنشوف الساعه، كنلقى 4 الصباح، ولكن كنلقى راسي ضربت تقريبا بزاف، يعني قربت للنص ديال القران. وكان احساس، هادشي اللي بغيت نهضر عليكم، هادشي اللي بغيت نقول لكم. عرفتي ملي كتبقى كتقرا القران لمده طويله، مثلا اكثر من جوج سوايع، ثلاثه سوايع، اربعه سوايع، عرفتي ملي كتسالي وكتسد القران وكتنوض بحالك، كيكون دماغك بحال ديك اللعبه ديال صفحه بيضاء، شتي ديك اللعبه كتريفورمارت الديسك دير ديال شي كمبيوتر، وبحال هكذا كتحس بدماغك ملي كتقرا القران.
ما كيبقاش عندك ديك اللعبه ديال القلق ولا ديك اللعبه ديال بريسيون ولا ديك اللعبه طالع لك الدم. كتشوف دماغك ملي كتساي القران وكتسد الصفحه وكتنوض ولا غير ملي كتحبس كتقول صدق الله العلي العظيم كتحس بدماغك كتشوف دماغك صفحه بيضاء. الدماغ ديالك كتشوفه بعينك هكذاك يعني صفحه بيضاء ما مكتوب فيه حتى شي حاجه والو حتى شي حاجه مكتوبه فيه. وتمايا عاد اكتشفت وعجبني الحال لان ديك الوقيته مثلا من الليناط ومشيت دوشت وصليت الفجر وبقيت كنقرا شويه حتى جاني النعاس ديال عاد نط الناس اوكي. ولكن ملي فق كان واحد الاحساس جميل جدا كنحس براسي اون فورم كنحس براسي ماشي سعيد ولكن كنحس براسي ماشي هو الانسان اللي كان البارح. هادشي اللي بغيت نقول لكم يعني حسيت براسي انني واحد الانسان اخر يعني ما كاينش واحد لابريسيون كنحس براسي خفيف كنحس انني ما طالعش ليا الدم ماشي ولا غنشكي مثلا على شي حاجه والو فقت انسان اخر. قلت اجي يا معلم ملي هاد الاحساس اللي حسيتي به هاد الاحساس اللي حسيت به انا كنديرو مثلا ملي كنمشي كنتريني كندير رياضه كنضرب تمارين كنتعدد مزيان كنخدم مزيان عاد كنحس عاد في الصباح مثلا كنحس بهذا الاحساس الجميل بحال كتقولوا الريورد ولا مثلا الجائزه ديال ديك العذاب اللي ضربتي اوكي. هادشي اللي حسيت به انا. ولكن قلت اجي انا مثلا كنقرا غير القران وكيجيني احساس احسن من احساس ديال الرياضه ولا احساس ديال مثلا كنمشي نضرب تماره يعني احساس جميل وفابور يعني شكون خصني غير نقرا. يوم الخميس اللي فات ما خدمتش وقت الربعة الصباح ضربت بتدويشه صليت جوج ركعات بقيت كنقرا القران بقيت كنقرا في القران. جا الفجر اللي كان في الصلاة الصباح تقريبا نتعاود صليت الفجر بقيت كنقرا. هالربعة جات هالستة جات سبعة جات ثمانية جات تسعود جات كنوض كنشرب كنمشي للطواليت كنتوضا كنرجع كان مرة كان فهمتي ديك اللعيبة كتاكل شي حاجة فهمتي شي لعيبة. جات 12 ديال النهار وانا كنقرا وما مليت. جات الجوج وانا كنقرا وما مليت. جات الربعة العشية وصلت 12 ساعة وانا كنقرا في القرآن. وشنو بقى لي في القرآن؟ بقى لي تقريبا ما شي قول النص ديال النص. قول بحال بقات لي مثلا 25% باش نسالي القران هذاك النهار وكانت الربعة العشية كانت 12 ساعة. قلت علاش اللي ما نكملوش صافي داكشي اللي درت عاود ما تضوش الماء بارد حسيت براسي هو هذاك. شربت قهوة اخرى ورجعت بقيت كنقرا ما ساليتو حتى الثمانية ديال الليل يعني من الربعة حتى الربعة 12 ساعة ومن الربعة حتى الثمانية هي ربعة السوايع اللي هي 16 ساعة يعني 12 ساعة زائد 4 هي 16 ساعة يعني ختمت القرآن في 16 ساعة. ولكن يعني الجميل في هذا الشيء كله أنني ملي سايت القرآن عاد كنحس بالفخر. عرفتوا واش كنحس بالفخر؟ لأنني غادي نقرا ذاك الدعاء ديال خاتم القرآن وأنا فعلا خاتم القرآن يعني شي حاجه اللي انتصار شي حاجه اللي ما عمرني ما حسيت بها يعني في حياتي ما عمرني ما حسيت بها. ولكن اللي بغيت نزيد نقول لكم عاود داك الاحساس اللي كتحس به ملي كتسالي القران يعني واش هو احساس عادي واش غير انا اللي مثلا انا اللي حسيت به لان ربما كنحلم ولا شي حاجه ولا احساس غادي يحسوا به جميع الناس ولكن احساس مختلف جدا ملي كتختم القران. واحد الاحساس ما غاديش نصوره لكم ما غاديش نقوله لكم ولكن فوقاش غادي تحس به. الا بغيتي تحس داك الاحساس خصك تقرا القران كامل خصك تختم القران يعني فوق قصير يعني تيقول لك مثلا اغلب الناس تيختم القران في 3 ايام يعني 3 ايام هي احسن توقيت لختم القران. هادشي اللي كيقولوا الناس اوكي. ولكن الى كان تصور مثلا شي نهار مثلا ما عندك ما يدار اوكي ما عندك ما يدار الجو اللي كيعجبك ما كاينش ما غاديش تخرج من الدار غتبقى غير في الدار اوكي غادي تشد القران وغادي تقرا كله فوالا. هناك بعض الناس مثلا احيانا كيشد مثلا التليفون
ولا تيبقى جالس في البيسي الويكاند كله ما تينوضش من قدام البيسي. ولكن شنو كيقدر البيسي يعني ماشي شي حاجه، ماشي حتى شي حاجه مهمه مثلا، كون غير مثلا غادي كيدير شي حاجه مهمه ولا تيقدم مثلا شي افكار مهمه ولا غادي يقدم مثلا شي حاجه اللي غادي تكون مهمه للناس، نو كتلقى مثلا غير تيخربق. يعني انا ماشي انا هنا ما غاديش نتهم الانسان، غادي نقول ليه بوار راك كتخربق، ولكن غير بغيت نقول لكم ان بزاف الناس مثلا كيضيع مثلا 20 ساعه هو جالس مثلا امام اللابتوب ولكن ما كيدير حتى شي حاجه، يعني غير تيخربق. يعني علاش مثلا ما تستغلش مره في حياتك، مره في حياتك غادي تقول غادي نختم القران في نهار واحد، غادي تسبلها وغادي تضحي وغادي تقول غادي نقرا القران كله، حد النهار غادي نقرا القران، وغادي تشوف الاحساس كيفاش غادي يكون. وكنقسم لك بالله الى ستنطلق من هذاك النهار غادي تبقى تقول فين ما غادي يكون عندي الوقت غادي نختم القران. انا ختمته الخميس اللي فات واليوم الحد، ولكن تنفكر اليوم بالليل مع غدا الاثنين غدا رمضان، تنفكر اليوم يعني من وراء العشاء من بعد صلاه العشاء غادي نحاول غادي نبدا نقرا، غادي نقرا الماكسيموم، يعني غادي نقرا الماكسيموم تقريبا حتى نعيا، لانني يعني مثلا خدام غدا خصني نعس، يعني ما خصنيش مثلا يعني ماشي ما غاديش نبقى مثلا سهر للكل، ولكن خصني نعس. وهذا الشيء مثلا اللي غادي يخليني غادي نبقى نقرا القران يوميا، غادي نبقى نشد اقل مثلا غير من العشاء حتى للسحور، يعني من العشاء حتى للسحور اوكي. والواحد ينعس مثلا ديك الوقيته حتى للتسعود عند داك الوقت فين تريكوبيري. واللي بغيت نقول لكم انكم ملي كتقرا القران بحال ربي كيعوضك في داك، يعني شي حوايج غادي نقولها الناس ما غاديش يصدقوها، فهمتي كتبان لي بحال هكا الخربقه فهمتي، وخاصه الناس مثلا اللي ما كيامنوش بالله، خاصه الملحدين. يعني ملي كتقرا ملي كتضيع وقتك في حاجه اللي عندها علاقه يعني بعباده الله، يعني تعوض كيف ما بغات تكون الصدقه تعوضها الله فهمتي. وقتك مثلا ضيعتيه في سبيل الله غادي يعوضك الله، يعني اي حاجه كتسبلها في سبيل الله غادي يعوضها لك، ماشي مثلا غير الصدقه، راك مش مثلا الله تيقول لك انك يعني الصدقات كلها غادي يرجعها لك، يعني والمهم في هذا الشيء كله هي الصدقه. واش عرفتي ان في القران كل حرف ماشي كل جمله، لا كل حرف في القران كتاخذ عليه حسنه اوكي. وتصور تصور شحال من حسنه غتدي في القران، يعني الملايين، يعني شحال ديال الحروف كاينه في القران، يعني الملايين ماشي مليون، اكثر من مليون واكثر من جوج المليون. تصور انك مثلا غادي تختم القران غادي تحصل على هاد الحساب البنكي من الحسنات اللي غادي تحط لك مثلا في الحساب ديالك. اخوة الاخوات كنتمنى عليكم موضوع، تبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، ومبروك رمضان عاود، وقراوا القران والله العظيم. وحتى الناس مثلا اللي ما كيقدروش واللي ما عندهمش الوقت، يعني انا يعني كاين الناس اللي معذورين، ولكن يعني خصنا نحاولوا، ما دمت انك كتقدر كتمشي كتخدم، كتقدر كتنوض كتاكل كتغسل كدير، عندك يعني تقدر حتى تقدر تقرا القران اوكي. يعني هنا ماشي مثلا غادي نفرض عليك ولا غادي نقول لك لا راه خصك دير نو، ولكن على الاقل لان تقرا مثلا غير صفحه من القران يوميا، وتصور انك تقرا صفحه يوميه من القران في العام كله شحال غادي تقرا من صفحه، يعني على الاقل غادي تختم القران جوج المرات الا قريتي مثلا غير صفحه يوميا من القران، يعني صفحه شحال غادي تشد لك ديال الوقت، صفحه في القران ما غاتشد لك حتى دقيقه. وتصور وهذا الشيء كنقول لك غير باش تتعود، لان باش غادي تتعود راه ماشي غادي تنوض يعني تغامر، يعني غادي تقرا القران نهار واحد غادي كيف ما درت انا نو، يعني خصك تبدا بشويه باش واحد النهار غادي يولي عندك القران كادمان، انك تبقى تقرا القران كادمان بحال الصلاه كتولي كادمان. هناك بعض الناس مثلا كيتعجبوا بعض الناس تيقول لك واه ما تيزقلش الصلاه اوكي، اللي كتجي بزاف الناس كتجيهم صعيبه انه يصلي مثلا خمسه الركعات في الاوقات ديالهم، يعني كتجيهم صعيبه بزاف، وفعلا صعيبه ماشي سهله، انك خاصه مع الخدمه ومع الوقت وجري هنا وجري هنا وجري هنا، بعض الناس كتجيهم صعيبه، كيشوف بعض الاشخاص اللي كيصلي الصلاه في اوقاتها يعني ما كيزقلهاش. ولكن اللي خصك تعرفوا هذيك القضيه هذيك هنا فين كتولي الصلاه ادمان،
كتولي الا ما صليتيش كتحس براسك ماشي هو هذا، الا ما صليتيش كتحس براسك خاصك تصلي. بحال دوك الناس اللي كيتعاطاو المخدرات، خاصو يمشي يتعاطى المخدرات باش يحس براسو بخير. وبحال كوك الانسان اللي كيصلي، الا ما صلاش كيحس بشي حاجه ناقصه، خاصو يمشي يصلي. هادشي علاش الانسان كيبدا كيحافظ على الصلوات ديالو. هادشي اللي كنقول لكم، ماشي مثلا غير الصلاه، اي حاجه مثلا القرايه، الصلاه، قراءه القران، فهمتي، الرياضه، خصك توصل ديك، خصك توصل لمستوى الادمان باش كتولي كتولي مدمن على ديك الظاهره. هادشي اللي كنبغي الاخوه والاخوات، على الاقل تولي مدمن على شي حاجه اللي ستعود عليك بالنفع، يعني دنيا دنيا واخره. هادشي اللي كنقول للاخوات، اخوه الاخوات كنتمنى لكم موضوع، تبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.